هو يقول شخص توفي هنا في الكويت ثم أخذ إلى بلاده ليدفن بها، وصلى عليه الإمام، إمام المسجد هنا في الكويت، صلاة الغائب، هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا، الأصل أن المسلم إذا مات في بلاد الإسلام لا يصلح أن ينتقل به، لأن هذا فيه تأخير لدفنه، ويدفن في أي بلاد من بلاد المسلمين البلاد. وإذا ترون قبور الصحابة موزع على الدنيا في بلاد الإسلام، فخطأ. إذا الإنسان مات في بلد مسلم يدفن في هذه البلاد التي مات فيها، والدعاء له في أي من أي مكان يدعى له، فخطأ أن الإنسان يؤخذ إلى بلد آخر إلا إذا كان مات في بلاد الكفار ولا توجد مقبرة للمسلمين، أو هناك القبور تمتهن أو كذا، فنعم يؤخذ يدفن في بلاد الإسلام. أما إذا مات في بلاد الإسلام فالأصل أن يدفن في هذه البلاد التي مات فيها، هذا هو الأصل. أما المسألة الثانية وهي قضية صلاة الغائب، مسألة فيها سعة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يصلى على الميت صلاة الغائب أو لا يصلى عليه؟ جماهير أهل العلم أن صلاة الغائب جائزة على كل أحد، صلي عليه أو لم يصلى عليه، أنها تجوز صلاة الغائب على كل مسلم مات. وذهب بعض أهل العلم كاختيار شيخ ابن تيمية أنه يفرق بين من صلي عليه ومن لم يصلى عليه، فيقول من صلي عليه فلا ينبغي أن يصلى عليه صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك، وإنما فعل هذا مع أصحم النجاشي لأنه مات في بلد لا يعلمون أنه مسلم، فخشي النبي أن لا يكون صلى عليه أحد من المسلمين هناك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فالمسألة فيها سعة إن شاء الله، الأمر جائز إن شاء الله تعالى.